سادات، يعني سادي سادات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ معكم محمد زازا ايجيبشن فيش توك، وحلقة جديدة من يوميات سمكاوي جو برو هيرو 7. اكتر كاميرا كنت عايزها عشان اقدر اصور بيها تحت الاحواض. انا جبت قبل كده اكشن كاميرا صيني بس ما افادتش، يعني او ما ضفت لناش اللي احنا محتاجينه او الكواليتي اللي احنا الى حد ما عايزين نقرب منه. الحمد لله رب العالمين، طبقا للمعدات الجديدة معايا جو برو هيرو 7 البلاك. الحلقة كلها تصور بيها النهاردة ان شاء الله. هننزل جوه الاحواض، هنعتبر نفسنا سمكة ونخش نتفرج على السمك من جوه. التصوير ده تجريبي، نحس ان احنا نتدرب على التصوير بعد كده بيها بطريقة احترافية. مش هتكلم كتير، تعالوا نخش جوه الاحواض يلا بينا. طبعا حد يسألني انت شايف ازاي او بتقدر تصور ازاي بيها؟ هي بتوصل بالموبايل زي ما انت شايفين، ونقدر ان احنا نصور نفسنا كذا مرة كذا مرة كتير قوي الى ما لا نهاية. الجو برو كاميرا بتوصل وايرلس بالموبايل وتقدر تصور بيها اي حاجة. فكل اللي نعمله، انا همسك الموبايل نبتدي ننزل جوه حوض السمك تشوف ايه الاخبار، السمك اتعامل ازاي مع الكاميرا اصلا، المنظور بتاعهم هيبقى عامل ازاي. طول عمري كنت بحلم ان انا اصور بالتكنيك ده او بالطريقه دي. يمكن انا صورت بيها مره او مرتين في تغطيه رسائل بس ما عملناهاش هنا في البيت قبل كده، وخصوصا ان هي تبقى لطيفه قوي في قصه ان انت تاكل السمك والكلام ده بيبقى ليها شكل تاني مختلف. يعني الانجل اجريسيف شويه عندي، هل هيتعرض للكام ولا لا؟ هنشوف. خبر النهارده بفلوس، بكره يبقى ببلاش. ده الحوض اللي هنبدأ بيه، حوض الانجل زي ما انتم شايفين شكله من فوق. وتلاتة اتنين واحد يلا. طبعا شايفين فضول السمك في وش الكاميرا. البيكو جوبي، وذكر الزبرا هاري نفسه. اللقطات دي بتبقى فريدة شوية لان السمك بيبتدي يتصرف على طبيعته، وبتشوف رياكشنات مختلفة وجديدة. بإذن الله الفيديو جاي بقى هنسأكلهم من تحت المية والكاميرا تحت. ده أول حوض عندي. طيب الحوض الجاي تصويره بقصة شوية، إن هو متغطي تحالب تماما. الحوض بتاع زورو، زورو أجريسيف جدا وجواه كلاون لوتش، جواه كذا حاجة. هننزل برضو ونحاول نصور نشوف زورو، بقالنا كتير ما شفناهوش بس هيبقى المرة دي وجها لوجه، فهيبقى الموضوع مختلف شويتين. انا مش هشيل طحالب ليه؟ لان في كذا حاجه بتاكل طحالب هنا، عايزهم يتغذوا شويه، منهم بريست النوز وكذا حاجه، لحد ما ابتدي اقرر ان اشيلها واعمل دوره التنظيف الطبيعيه بتاعتي. اوقات كتير انا بسيب جناب الحوض عليها الطحالب عشان في سمكه عندي بياكل طحالب كتير، منها البريست النوز جوه الكهف ده، وعندي البلو نيون جوبي. الحاجات دي لو ما كانتش حالب تموت يعني. فعموما تعالوا ننزل عند زورو.
مسحت حته من الازاز عشان عشان صور الكاميرا وبتصور جوه. او ما نزلنا الكاميرا وعمل حاجه غريبه جدا وقعد يخبط جامد قوي في نفسه يعني. انا خضيت عليه. الحوض ده محتاج صيانه طبعا من الفتره اللي فاتت ما كنتش فاضي خالص. فده هنصينه ان شاء الله في قريب العاجل يعني. لكن برضو الطحالب اللي على الازاز موفره خصوصيه شويه لزورو. هو سمكه غريبه جدا وشديده الانطواء، ما بيحبش حد يتفرج عليها كتير. انا مش شايفه قوي، محتاج الحوض ده عنايه جامده يعني. هو يعني اجريسيف جدا 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 يعني، والسمك اللي قاعد معاه وسامح له ان هو قاعد معاه بالعافيه يعني. فخلينا نكتفي بالشوتس هنا ونروح للجولد فيش. حوض الجولد فيش او الحته اللي فيها الجولد فيش لسه ما عملنالوش حوض. هو جزء سهل جدا. جولد فيش عموما سمكه يعني ما اقدرش اقول ان هي فضوليه يعني، هي سمكه لطيفه يعني. عشان نمسح الازاز بس عشان عليه ميه. هي سمكه لطيفه جدا، هننزل نتفرج عليها تحت الميه ونبتدي نشوفها. يلا الحوض الجولد فيش ده تحدي شويه، لان الفلتر السفنج صامد معاهم جدا ما شاء الله وما ضربتش يعني. هو مفيش مشاكل، هو في طحالب طبعا، في طحالب لان في مخلفات تتفكك، لكن هم الحوض ما حصلوش حاجه يعني. الحوض بتاعهم قد كده ما حصلوش حاجه، بس ده من اقدم فلاتر طحالب اللي عندي. وده ينبهنا لنقطة مهمة جدا، ان الفلتر بتاع السفنج مهم جدا ان هو يبقى قديم. كل ما كان قديم كل ما كانت كفاءته هتبقى اعلى. يلا بينا ننتقل الى الحوض اللي بعده. نخش بقى على الغابة بتاعتنا، الغابة المطيرة، الحوض بتاع الجوبيز. مكدبش عليكم الحوض بتاع الجولد فيش كان ساقع بهبل. بص بقى الحوض بتاع الجابز الفيو بتاعه مختلف تماما، عشان اتفقنا انا طفيت الفلتر حتى عشان الصوت كان بتاعه عالي. هو هيفي بلانتد او مزروع بكثافه شديده يعني. بص الانديان فير مسيطره على الوضع. فاحنا دلوقتي هننزل ناخد غطس تحت ونتفرج على الجابز ونتفرج على كثافة النباتات، وقوم بالمرة نحاول نقرب من ال 81 يمكن نقدر نشوفها عن قرب. نكنترول بس الدنيا شوية. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجابز زي ما اتفقنا هو حوض مزروع بكثافه شديده، فالكاميرا مش سهل ان هي تقرب من الكثافات دي قوي، لان هي مش هتعرف تصور.
يعني ممكن تلاحظوا في فيديو ان احنا كنا قريبين شويه من الزرع، فالحوض اكيد 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 محتاج الزرع بتاعه يتقلم، نقلمه بقى ونقصقص منه شويه عشان نقدر نصور بيه. ال 81 ده مكانها المفضل لو انتم شايفينها. ممكن نحاول نقرب بقى بالكاميرا. نحاول نقرب منها شويه يمكن نعرف نصورها. ده اقرب حاجه اعتقد، هو انا حاسس ان انا شايفها بالكاميرا. لما نطلع الكاميرا نشوف النتيجة، هل احنا نجحنا فعلا نصورها من قريب ولا لا. بس الموضوع مش سهل، وزي ما اتفقنا ان هو حوض كثافته عالية جدا يعني. بس يعتبر يعني ملاذ او مكان حلو للسماء. يعني احنا لما ننزل كده نصور بالكاميرا برضو، فراع السمك مقرب قوي. والجابز شويه فضول منهم طبعا يقربوا يشوفوا ايه ده. فيعني تجربه جميله. نختم بقى بالحوض الغامض، حوض الجمبري. هنشوف لما ننزل تحت هيقدر يجيب الجمبري ولا لا. مع ان انا اشك ان الكاميرا دي تقدر تجيب الجمبري، يعني هو الجمبري اصلا معادله صعبه في اي تصوير. ولكن هيا بنا يا رجال. كسرنا لنا شوية اكتف سويل. الجمبري الازرق الجميل، ريست النوز الباينو في مشهد نادر، وهلينا سنيل. كوميونيتي يعني حوض يعج بالحياة. هو حوض فعلا جميل، انا بحبه جدا وهو مليان تفاصيل ومليان حاجات حلوة. بس انا للاسف شديد وقتي ضيق شويه عشان اعمل صيانه الاحواض كلها. لكن ان شاء الله وعد باذن الله في ويك اند كده هقعد بقى اظبط الدنيا كلها. فده اخر حوض هنصوره. دي بدايه تدريب كده خفيف على ان احنا نصور جديا بالاكشن كاميرا. الحمد لله رب العالمين ابتدت بس ايه يعني اقعد شويه كده ابتدي اركز معاها، نبتدي نطلع ان شاء الله نتائج احسن ونبسطكم بحاجات اجمل باذن الله. لو انت عاجبك المحتوى تقدر تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناه. لو انت عاجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، وتقدر تعمل مشاركه لاصحابك المهتمين بالهوايه. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.